برعاية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، انطلقت أعمال المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023 والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة. نعم، وناقش المنتدى التحديات التي تواجه ذوي العزيمة ليقدم لها حلولا وسبلا لتمكين هذه الفئة من الانخراط في المجتمع. طرح التحديات وبحث الحلول لها هي أبرز ما جاء على طاولة النقاش في المنتدى النيابي لذوي العزيمة، الذي ركز على ضرورة توفير المتطلبات التي تمكنهم من الانخراط في مختلف المجالات. سألنا احنا وجودنا اليوم كسلطة تشريعية ومجلس أمانة مجلس النواب في تنظيم هذا النوع من المنتديات لتقريب وجهات النظر بشكل مباشر مع ذوي العزيمة. بلا شك أن اليوم ذوي العزيمة حققوا قصص نجاح احنا بالحقيقة نفتخر فيها، مملكة البحرين قيادة وشعب يفتخر فيها. طشين لهذه مثل هذه المؤتمرات، واحنا يعني نأمل من الله خير في هذه المؤتمر وعديد من المحاور الموجودة، 4 محاور، وأنا إن شاء الله راح أقدم ورقة في المحور التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، ونأمل إن شاء الله يعني يلقى تلقى الورقة قبول وتجاوب إن شاء الله من المسؤولين أكثر، وإن شاء الله يتحقق المراد منها إن شاء الله. 12 ورقة عمل تم طرحها خلال المنتدى استعرضت قصص وتجارب ملهمة لذوي العزيمة تؤكد على أهمية دورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، بالإضافة إلى إطلاق جائزة محكمة تحت عنوان جائزة تمكين ذوي العزيمة. نطرح شنو النقص الموجود عندنا، فإحنا نشوف أن الأشخاص من الصمت هم أكثر احتياجاً حق الحماية القانونية. جداً مهمة حبيت أتكلم عنها لأن هي دراسة ميدانية وتمت على استبيانات ودراسات تحليلية، فحبيت أذكرها ويكون أساهم في هذه العملية لأن هي مبادرة مجتمعية في الأخير. وصراحة مجلس النواب جهود مشكورة على إقامة هذا المنتدى جداً هام لأنه يسلط الضوء على أهم المشاكل والتحديات اللي تواجهها فئة ذوي الإعاقة. المنتدى له أهمية بالغة في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة في مجال التعليم والصحة والإسكان والمجالات المتعلقة بالتشريعات، والمستعرض لما قامت فيه مملكة البحرين خدمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يجد أنها قدمت الكثير الكثير من الإنجازات. الهدف من هذا المنتدى يتجسد في تقريب فئة ذوي العزيمة من جسد السلطة التشريعية اللي يتسنى للأخيرة، وضع القوانين والتشريعات التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئة الطموحة. 4 جلسات نقاشية سلط فيها المنتدى النيابي لذوي العزيمة الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الفئة والعمل على وضع التشريعات المناسبة من أجل الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم لهم وتمكينهم في مختلف النواحي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.